بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا وسهلا بكم حلقه جديده من برنامج اول النهار على قناتكم الجميله قناه الصحه والجمال. في البدايه وزي اول النهار في كل يوم سبت معايا زميلتي الاستاذه جيهان. اهلا بك استاذه جيهان. اهلا بيك سيد زميلي العزيز اللي بيحلي دايما برنامج اول النهار. ربنا يخليك يا رب. وفي البدايه حابب ان انا ارحب بالساده المشاهدين واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ايام معدوده على شهر البركات، شهر النفحات، شهر رمضان الكريم. وكمان بهني اخوه الاقباط بعيد الميلاد المجيده. ربنا يدوم علينا الامان والصحه والسلام والديمقراطيه في مصر، ويخلينا البعض ودايما كده ايد واحده في كل شيء. واللي بنشوفه دايما في شم النسيم واكله الفسيخ الحلوه اللي احنا مستنيينها من السنه للسنه. كمان بهني جيشنا الجسور، الجيش المصري باعياد تحرير سيناء. وكمان بهني شعب مصر بدستور جديد، عرس ديمقراطي زي ما قلنا في الحلقه الاولانيه. شفنا الملحمه الجميله اللي بتتم وخصوصا من المراه المصريه في ربوع مصر. شفنا قد ايه التلاحم وقد ايه الناس نزلت. انا من هنا بشكر كل واحد نزل، ان كان قال نعم او قال لا، المهم ان انت نزلت وقلت صوتك، ما خليتش حد يحجر عليك، قلت اللي ما عليه ضميرك. النتيجه كانت مرضيه، النتيجه كانت ما كانش حد متوقعها، بعيد عن اي حاقد او فاسد او حابب ان هو يهد الكيان المصري ويهد الشعب المصري. قلناها وهنقولها تاني، الشعب المصري اكبر منك، مصر اكبر منك. مهما هتقولوا مهما هتعملوا مش هتقدروا تهدوا الكيان المصري، مش هتقدروا تهد شعب مصر العظيم. شفنا الملحمة الجميلة، شفنا العرس الديمقراطي. أنا برضو عايزة أحيي المرأة المصرية، دورها كان مشرف جدا جدا قدام العالم كله، ودي رسالة إن إحنا فعلا عندنا عرس ديمقراطي. يمكن الحاجة الجميلة اللي كانت بين الدستور 2014 و2019 إن الدستور 2019 إدى المساواة كاملة بين المرأة وبين الرجل، وجرم العنف ضد المرأة، وخلى برضو المرأة تتولى كثير من المناصب القضائية، واداها الأحقية في الانتخابات بنسبة 25%. طبعا دي نص المادة 102، ودي كانت أول حاجة تتعمل في الدستور المصري اللي هو بين 2019 و2014. فأنا بحيي المرأة المصرية على دورها الجميل، وكل الشكر والتقدير لكل أخت وكل أم وكل بنت وكل زوجة، ألف ألف شكر. كمان هيكون معانا بعد الفاصل دكتورة أنا بتعلم منها كتير، آخر كتاب ليها اللي هتكلمنا عنه هي الدكتورة أمال حسين رئيس الأكاديمية المصرية البريطانية. هتكون معانا وهتكلمنا عن الكتاب، هنتكلم عن المشاكل الأسرية. مستنيين مداخلاتكم معانا. معانا الإعلامي الجميل الجريء ابن السويس الأستاذ هاني وارس. أهلا وسهلا أستاذ هاني. مرحبا بك يا استاذ سيد، منور قناه الصحه والجمال، وكنت منور دايما الشارع السويسي وتغطيه شامله للانتخابات والاداء بالتعديل الدستوري. اهلا وسهلا يا استاذ سيد، خليني الاول ابارك لك على البرنامج بتاعك الجميل على قناه الصحه والجمال، وابارك للاستاذه اللي معاك. طبعا انا في مقرر خارجي بره محافظه السويس في محافظه اسماعيليه في تغطية إعلامية هناك، فطبعا أنا ببارك لك أول حاجة على البرنامج الجميل ده، وكمان ببارك لك على بكرة إن شاء الله هتكون في الأراضي المقدسة، نسألكم الدعاء. وطبعا وده مش غريب عليك أستاذ هاني، ياريت حضرتك تقول لنا أخبار الشارع السويسي والملحمة التاريخية اللي احنا شفناها في الثلاث أيام في التعديلات الدستورية. والله الشارع السويسي بكل خير وصحة وسلامة، وفي المقدمة السويس في المقدمة عن السنوات الماضية. طبعا السنوات دي يعني حاجة جميلة، شفنا الشعب السويسي
نزل الشعب السويسي الى محافظه، يعني مش هنقول بقى محافظه ما ولا الكلام ده، نزل الشعب السويسي كله الى الصناديق وادلى بصوته، قال بقى نعم قال لا، المهم اللي هم نزلوا امام العالم كله يقولوا كلمتهم. وطبعا معانا صور ده قدامنا على الشاشه، 40% مش وحشه. وطبعا يا استاذ سيد شفت انت يعني مصر كلها نزلت يعني 88% ومكسور، حاجه جميله امام العالم. وطبعا غصب عن القاسي والداني مصر في رباط ليوم الدين، المأجورين والخونه اللي قاعدين بره على القنوات الفضائيه، واحنا دايما بنهاجم فيهم زي ما هم بيهاجموا رئيسنا وبيهاجموا مصر. وطبعا مصر في المقدمه وهتفضل في رباط ليوم الدين ان شاء الله، ومفيش حد هيعرف يخسر مصر. استاذ هاني، عايزين نشيد بدور المراه المصريه في الـ في في الـ في التعديلات الدستوريه، يعني عايزين نوجه بقى كلمه كده جميله منك للمراه المصريه. هو المراه المصريه يا استاذه دورها دور كبير جدا على مستوى مصر. المرأة المصرية هي أختي وأختك، هي أمي وأمك، هي زوجتي، والمرأة المصرية لها دور فعال، ومش هنقول ربع المجتمع، عاوزينها تلت المجتمع. أستاذ هاني، سؤال بتسأله في كل حلقة من حلقاتك للسادة المشاهدين، مصر رايحة بينا فين؟ نعم يا أستاذ سيد، في دايما في كل حلقاتك بتسأل دايما في مداخلاتك، مصر رايحة بينا على فين؟ مصر رايحة بينا على خير وسعادة، ومصر في المقدمة إن شاء الله. الناس بس يعني وعرفت مين اللي هي بتهدم مصر، وعارفة الناس الهدامة، وطبعا إحنا ضد الهدامين وضد المأجورين وضد أي حد يوقع مصر. مصر يا أستاذ سيد في رباط ليوم الدين، مصر اتذكرت في القرآن، في الإنجيل، في التوراة، في أسفار العهد الجديد، في أسفار العهد القديم، مصر في رباط ليوم الدين يا استاذ سيد، وان شاء الله ما فيش حد هيعرف يكسرها. استاذ هاني، شكرا لمداخلتك الجميله، ودايما كده منورنا على شاشات الفضائيات ومشرف السويس. شكرا ليك، كل سنه وانت طيب. شفنا اهل السويس، وال المداخلات الحلقه اللي فاتت كانت اسيوط، كانت سوهاج، شفنا قد ايه تلاحم الشعب المصري في الدستور. عايزين ندخل على الفقره. كان معانا الحلقه اول حلقه مداخله للاستاذه رقيه، والمداخله ما تمتش، هنبقى معانا الاستاذه رقيه على التليفون. اهلا بيك يا استاذه رقيه. اهلا بحضرتك استاذ سيد، صباح الفل. اهلا بيك يا استاذه. حضرتك كان معانا في مداخله للمعاهد القوميه المره اللي فاتت، ممكن حضرتك تقول لنا ايه المشكله اللي حضرتك كنت عايزه تتكلمي فيها؟ والله القصة اللي أنا هحكيها ديت بتاريخ يوم 8/11/2018. المدرسة في منتهى الإهمال، في مدرسة فيكتوريا كوليدج في اسكندرية، أنا ابني طالب فيها. الولد اتصاب كذا مرة خلال السنة اللي فاتت. ده ابن حضرتك؟ أيوة ابني، في جريد 2، يعني هو صغير في الابتدائي، في قسم الابتدائي السنة الثانية، ففي الأمريكان دبلومة، في المفروض يعني أفضل قسم في الكلية. ابني اتصاب مرتين في نفس السنة. حضرتك معاكي محاضر يا استاذة؟ افندم، حضرتك عملت محاضر؟ والله المرتين اللي فاتوا انا ما عملتش محاضر. تمام. المرة الثالثة اللي كانت بتاريخ يوم 8/11، انا طبعا توجهت للمدرسة بعد ما اتكررت الاصابات واتكرر الاهمال في الولد. تمام. فقلت لهم ان دي ثالث مرة اطلع من المدرسة بالولد على المستشفى، وانا المرة دي ناوية ان انا اعمل محضر للمدرسة او للمسؤولين اللي هم اهملوا في رعاية ابنه. ففوجئت بتصرف غريب جدا من الاداره هناك ومن المدرسات هناك. نزلت احد المدرسات، هي وكيله هناك بالقسم، لما عرفوا ان انا هعمل محضر في المدرسه وفي الاهمال اللي حصل والاهمال المتكرر، المدرسه اتوجهت لي بالتهديدات، اسلوب غير لائق تماما. ابتدت تهددني ان انا لو طلعت من المدرسه اعمل المحضر لهم واسائلهم قانونيا هتتصرف معايا، وبلفظ كده هتربيني. حضرتك في شهود في شهود على الواقعة دي؟ والله في شهود طبعا. انا حضرتك قررتي، يعني حضرتك قررتي محضر بالكلام ده ولا ايه الاجراء اللي حضرتك خدتيه لغايه دلوقتي؟ والله اللي حصل يا استاذه انه الاستاذه الفاضله راحت نازله هددت
وحمتنا وثبتنا وراحت قفلت علينا الباب واحتجزتنا داخل المدرسة أنا والولد الصغير المصاب علشان تمنعنا إن إحنا نعمل محضر. الأستاذة الفاضلة لجأت لمدرسات يعني زملائها برضو فاضلات زيها كده، بقوا كل واحدة فيهم بالتناوب تخش تسب وتشتم والباب مقفول، هي وأستاذة أخرى اسمها يعني في المدرسة بغير ذكر أسماء بعد إذنك. ما فيش مشكلة، هي وأستاذة أخرى في المدرسة وسدوا الباب بجسمهم الاثنين، وفضلت أنا وابني محتجزين في المدرسة لمدة ساعة. الساعة دي حصل فيها بقى حضرتك إيه؟ قامت المدرسة بمساعدة زوجها يعني بتلفيق محضر ليا أنا وابني الصغير المصاب، إن إحنا ضربناها هي وواحدة زميلتها أخرى في المدرسة، ولدرجة إن إحنا تسببنا لها بسحاجات وسجعات وإصابات في جسمها. طب المحضر اللي حضرتك عملتيه مش كنت حضرتك عاملة محضر قبليه؟ المحاضر اللي فاتت الإصابات اللي فاتت ما عملتش فيها محضر، المحضر كان هيتعمل في الإصابة دي. كان هيتعمل لأن حضرتك ما عملتيش، هم عملوا قبل حضرتك صح؟ هم عملوا قبلية يعني، هم طبعا حبسوني في المدرسة وراحوا بقى عملوا زوروا محضر بالإصابة يعني زوروا تقرير طبي طيب. بالإصابات وعملوا محضر. أستاذة رقية احنا يعني انا هتولى الـ القضية دي ان شاء الله، وهخلي حد من المكتب. الأستاذة جان القاضي على فكرة محامية، هخلي حد من المكتب عندي يتواصل معاكي، وسيبي تليفونك في الكنترول بعد اذنك. ماشي. زي ما احنا شايفين احنا لما بنمسك قضية ما بنسيبهاش، ومعلش احنا ما بنخافش من حد، وده الكلام ده احنا قلناه اول حلقة ومستمرين فيه. احنا بس كل حاجه بناخدها لازم بمستند، لازم بقانون، ما بنمشيش كده هباء. كل كلام يكون في شهود يكون في قانون. الاستاذة جيهان محاميه، مش هتعرض نفسها ولا هتعرض النقابه لاي مسؤوليه، ولا كمان احنا عندنا استعداد ان احنا نخش في اي مهاترات، كانت مهاترات شخصيه او مهاترات مع اي اشخاص تاني. احنا كلامنا بيكون بمستند، في مستندات مع الاستاذه، هنتولى القضيه اللي الاستاذه جيهان هتتولاها بمكتبها المعروف. ما بنقفش مع حد ضد حد، ولا عينينا مكسوره لحد، والحمد لله رب العالمين. البرنامج اسمه اول النهار، مش طالعين نقول صباح الفل صباح الياسمين، لا احنا عايزين امور جاده وبنتكلم في مواضيع اساسيه. هنطلع لفاصل وهنستقبل ضيفتنا الدكتورة أمال حسين ونشوف هتتكلم معنا في ايه. فاصل ونرجع لكم تاني.